الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية نرحب بكم أيها المشاهدون الكرام على موقعنا، موقع يافا 48، وهذا اللقاء هو بخصوص عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. هذا العيد المبارك أيها الإخوة الأحباب نبدأ به مع فجر يوم عرفة المبارك، مع تكبيرات العيد من فجر يوم عرفة المبارك، وينتهي هذا التكبير مع عصر الثالث اليوم الأخير من العيد الأحباب. طبعا هذا العيد المبارك لابد الإنسان المسلم أن يهيئ نفسه لاستقبال هذا العيد، فإن هذا العيد هو يوم يحيي الإنسان فيه المسلم تلكم العبرة من حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل، مع الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة الأحباب، نبدأ هذا العيد مع التكبيرات، نكبر الله سبحانه وتعالى ونهلل على أن رزقنا الله سبحانه وتعالى هذه السنة، سنة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ينبغي للإنسان المسلم طبعا أن يهيئ نفسه من ناحية اللباس، من ناحية التطيب، من ناحية التركيز، وأن يأتي إلى صلاة العيد. تبدأ صلاة العيد من بعد صلاة الفجر، من طلوع الشمس في أول أيام العيد نأتي إلى المسجد بإذن الله تبارك وتعالى، وهنالك يستقبلنا الإمام بصلاة العيد. طبعا صلاة العيد هي عند كثير من الفقهاء هي واجبة فرض عين على كل مسلم، من هؤلاء الفقهاء هم الحنفية، وأيد ذلك الإمام ابن تيمية، وبعض العلماء قال أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشافعية والمالكية، فينبغي الإنسان المسلم أن يسارع إلى صلاة العيد وألا يضيع على نفسه هذه اللحظة المباركة التي يجتمع فيها كل الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى تكبير الله وعلى ذكر الله. وهنالك صلاة العيد هي ركعتين بعد تكبيرة الإحرام الأولى، نكبر 7 تكبيرات، وبعد التكبيرة من الركعة الثانية نكبر 5 تكبيرات. يقول الإنسان المسلم بين كل تكبيرة وتكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وطبعا يقرأ الإمام ما تيسر من القرآن الكريم، وإن كان من السنة أن يقرأ سورة قاف في صلاة العيد. وبعد صلاة العيد نستمع إلى الخطبة، وبعد الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى ننطلق إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، أولها صلة الأرحام. فلابد الإنسان المسلم بعد صلاة العيد أن يعمل على صلة أرحامه، أن يزور والديه، الأم، الأب، أن يزور الأخوات، حتى لو كانت هنالك بعض الشحناء، وحتى لو كانت هنالك بعض المشاكل بين الأسر، بين الأخ وأخيه أو بين الأخ وأخته، فإن العيد هي فرصة لكي نجدد العلاقة فيما بيننا، ولكي نرمم ما تصدع خلال الفترة الماضية، يكثر من الخير ويكثر من التكبير ويكثر من التهليل، لأن قلنا أن التكبير والتهليل ينتهي في عصر اليوم الرابع من صلاة العيد. اليوم الرابع في العصر بنخلص تكبيرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد في صحة وعافية وحياة سعيدة. مبارك الله فيكم.